يعني بالنسبه لله يعني مثلا باش ينهض هذا الامور السياحه وكذا خصو شويه ديال التكوين. التكوين هو اللي ناقص، لان ما يمكن شيء يعني مثلا غتعطي واحد المشروع اللي هو مهيكل وتعطيه لواحد من مكون، هذا مش صحيح. يعني هو لا انت يعني تكرار نموذج مصطفى انه لازم يكون كل الناس عندهم نفس الروح من الخدمه. يعني السياحه هي عباره عن يسمونها هوسبيتاليتي سيرفيس، يعني هي خدمات ضيافه. روح الضيافه يمكن الفلاح ما يتمتع فيها دائما، هو طيب انت قد يكون ما يتمتع فيها، لازم تدرب عليها. الكلام صح وهي جزء من الخدمه. بس انا يعني برجع الى كلام مصطفى بسالك سؤالين او السؤال الاولي. الحين من شكلت الشغل خليك كلام الجميل والطالع من القلب ومن العقل ايضا، ولكن في عاطفه شويه وانت يعني باشن يعني بشغف. احنا بني اول حالنا من الشغف عشان ما نصير نبي نشتغل معاك شويه اكثر يعني شو اسمه تفكير، ونخلي لك انت العاطفه الحين لان انت بعد الشغف اسحبنا معك. انا عارف تسحبنا بس الحين احاول. انا ما اتاثر معي انت ما تتاثر. لا انا احاول اتاثر بس احاول ابين لك انا لانه ما حد ان الشبكه هذه من الحين من صارت ما هو العوائد. انت بديت تقول لي صار عندنا عوائد، كيف العوائد؟ كيف تحسب العوائد؟ نفرض ان انا عندي نوعين بس عوائد؟ اي عندي نوعين بس. انا ما اعرف الغرفه شنو دورها في موضوع الاستثمار، اذا اشترى الغرفه عندها مسار خاص مع البنوك. اذا ما سويتها لازم تسوي يشتغل معاهم على هالشيء. يعني انا كنت كله اضرب مثل على الله يعزكم كاليفورنيا. ليست هي الافضل في زراعه العنب، لكن هي الاشهر في شنو؟ في بيع النبيذ. اوكي؟ ليش؟ لان مسؤوليه كاليفورنيا بدات بقصص كذي، قصص ان الناس هم تنوع عندهم، سووا شكلوا شبكه، الشبكه دي صار الافضل مكان اذا واحد يبي ينجح في بيع النبيذ يروح الى كاليفورنيا، مو فرنسا، مو بايطاليا. مو بالدول يعني اللي هي مشهوره بالبحر المتوسط. كاليفورنيا بسبب خدمات البنك، خدمات التنوع، خدمات المدرسه. حتى من المدرسه بيصير عندهم يعني يتفقون مع بعض المدارس ان هالمدارس شنو هي تعد الناس انه يشتغلون في في هالنوعيه من فيطلع الواحد شغف عنده مع الارض، شغف مع العنب، انواع العنب، التخزين وهكذا. فانا اقول الشبكه الحين اول شيء رقم واحد شنو العوائد مالتها حتى الان؟ هل بدت صار فيها عوائد؟ هل عندكم حصاله تحطون فيها؟ لان ودنا انه يكون يعني هو اسهل شيء انه يجيك مستثمر يستثمر عندك. اوكي، قد يكون واحدة من الاشياء اللي احنا يمكن قد نحاول نسوقها لك ولا شيء كدور يعني هو اكيد اخرين يبيعون احسن من دبل يسوقونها لك. لكن النوع الثاني ان انت بنيت نفسك بنفسك وهي قصه النجاح لا تقل. واللي قد تستخدم بعض المساعدات اللي سميتها قرض حسن او سميتها شيء عائد بترجع او يدخل معك شريك ولا هذا. انا ارى ان النوع الثاني هو الافضل اللي هو النوع ان اول شيء ان انا ابتدي صغير وما اسوي فندق، اسوي شقق فندقيه يمكن تكون اربع غرف ولا شيء بنفس الحجم البيت اللي انت رويتني اياه من بعيد. اوكي، يكون بهالبساطه هذه بس الناس تعرف عنه، اسوقه، اشوف شنو التجربه فيه، شنو الخدمات اللي فيه، شنو الفيدباك اللي عليه، او يعني الناس شو تقول عليه، واطور وبعدين اوقف عند التجربه واقول والله اوكي الحين هذه التجربه انا نجحت فيها، ابي مستثمر او ابي اني استمر. انا بتوسع الان من هاي العائد بدي احط في عائد ثاني. يسمونه مصطفى دي العائد على الاستثمار للاصول. يسمونها باللغه الانجليزيه ريتيرن اون كابيتال امبلويد، مو العائد على الاستثمار، يسمونه العائد الاستثمار في الاصول. يعرفونه بس اللي يشتغلون في المحاسبه او في التطوير مثلي انا في التنافسيه. وهو يختلف. وهذه الاجماله او يعني التنافسيه مالته على المدى البعيد وايد اطول. لان انت تبني في روح نوح الشبكه ان كل شيء يدخل يصير عائد نجاح الفكره ما نتقاسمها مباشره، لا نشيل منها شيء اول شيء حق الشبكه. الكوب اللي قال عليه ايضا مفهوم الكوب السياحي هو هذه مفهوم الكوب اصلا، شيل منها حق الشبكه وبعدين البقيه صافي الارباح توزع على المعنيين. هذه الروح اللي دخلناها انت راح تسمع نموذج عالمي، لان هل احنا في بلداننا ما فيها نموذج
نتكلم عن اوروبا نسمح عنها ونشوفها. اوكي. فهذه يمكن الجزء الاول اللي انا ودي اتكلم لك فيه. الشيء الثاني انه ممكن تكون هي مشاريع شبابيه تشتغل معاك في هالشغله، ممكن بعد تدخل شباب تجيبهم انت يشتغلون معاك في هالشغله، فتبتدي هو يشوف انه والله في عائد يرجع حق البلد، يرجع حق يشوف انه يقتنع، ودنا احنا نربط الشباب في هالشيء. وين قاعد نحاول نسوي مع القريه الامازيغيه في اكمندن ولا في غيرها من المدن. فهذه يمكن تعليقي انا كرد فعل مباشر، انا اشوفها فعلا فكره ممتازه وفعلا البلد محتاجه، ومثل ما قلت اللي في المدينه هم محتاجين يعني هاي السياحه الداخليه مباشره، ما بالك بالسياحه اللي قاعد تقول ايضا الدكتور امامه عن هاي الشيء، ان السياح يدفعون مبالغ كبيره. انا اقول لك صراحه ندفع مبالغ غير طبيعيه، في الاخير ما نحصل شنو، ما نعرف انه في سياحه كذا ولا في حتى بحر عندكم، ما نعرف انه في بحر شنو في البحر ما نعرف. اوكي يعني معظم اللي سواه هم اجانب ولا عرب، اذا جو كازا ولا راحوا رباط، اما ياما قاعدين اراوند البحر يتمشون ولا راحوا القلعه ولا راحوا، بينما هاي السياحه اللي عائدها اكبر كل يوم، مش السياحه الداخليه فقط، السياحه الخارجيه راح تكون اكبر. خاصة الغربيين يقدرون هاي الشيء يعني أكثر من الدول العربية. وأيضا مثل ما قلت إنه حتى دي بعدين المنتج مالها بيصير عندها براند، يعني أنت المنتج الحين هاي مشكلتنا الحين إن إحنا نبيع خلاص إحنا مقدرين الثمن ونبي نبيع ومكتفين بهاي الشيء، لكن هو بكرة يصير المنتج هو الطلب يزيد، راح تزود عدد العمالة اللي عندها ترجع العائد على المصرف. فودنا يعني نستحمل شويه نشتغل على نموذج بسيط جدا. اوكي اللي مثل هذا البيت كم يكلف؟ كم هاي حط له تكلفه بسيطه بدل ما تتكلم على قريه او قريه مستثمر اللي هو يمكن فايلة تنتظر. يعني هذه كانت تعليق. صح مختلفين شيء كثير مختلف. احنا متفقين احنا مستعدين ترى اكلمك كنموذج يعني مستعد تعرفه، وما قلنا الكلام النموذج بالنسبة لنا هو الأساس والبراندنج. يعني أنت بعد يعني بس تحسين طرق التسويق تحسين أن إحنا بعد إحنا بنتخالف شيء نبي كل نجاح. أوكي ما بنتظر الناس اللي يجوني هم اللي يجوني، ما بنتظر الورد أوف ماوث اللي قلتي اللي هو يعني تناقل الكلام أن الناس بتعرف عني، لا أنا بدخل بقوة. يعني لازم أتواجد بالسياحة فعلا تحطني على الخارطة يغصب عنها، لان ترى في مافيا بعد في السياحه. صح زين الفنادق مافيا، عشان تخترق المافيا لازم تكون انت متواجد بقوه. صح اوكي يكون عندك منتجات هدايا باسمه، يكون عندك يعني انواع من الاشياء اللي تجذب النهايه في قريه سياحيه، فكل واحد ممكن يعرفها بعده طرق موقعي مثل ما قلت وسائل النقل. نعم وسائل النقل للسياحه توفر شتى من الهوتيلات الى شو اسمه البروشور جاهز للمطار. وهذه يعني اتوقع الغرفه ما بتقصر يعني جماعتكم يعني افترض انها هناك اسرى يعني في حتى المتكلم يعني البانل اللي بتشاهد الفرق لوحدها الاشاريه او التعريفيه او 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 الجدار يعني الشادية إلى الخريعة مثلاً الخريطة، نتكلم عن الخريطة تعريف داخل الخريطة بهذه الضيعة مثلاً تخصيصها أو كم لها من المبيت أو وكيف هو المبيت أو المجموع، يعني هذه أشياء كثيرة. هناك نوع آخر من الإخوان اللي يشتغل معنا، الأخ يشتغل فيما يسمى بلا بيرماكلتشور الفلاحة المستدامة، هذه أكثر لا تعتمد على الحرث، وهي يعني تجربة ممتازة. الأخ متكون في كندا وملتحق وعائد، يعني كنا صراحة كان متوقع أن نقوم له بزيارة لضيعتي، ولكن ضغط الظروف والوقت ربما سنتمكن لاحقا إن شاء الله. هي طريقة جميلة لأنها طريقة جميلة وصحية وطبيعية 100% تعتمد على عمل الأنغام وترقى بمستوى جودة المنتوج إلى مستويات عالية. ونحن حاليا نسعى جميعا أن نطور فعلا ذوق المنتوج من خلال بعد، لأننا
اخر مطاف نحن فلاحون ابناء الارض، نعيش الارض ونلامس الارض كيفما كان الحال. اذا اضفنا السياحه اكيد سنشتغل مع العائله كلها، نشتغل مع العائله مع الزوجه مع الام مع الابن مع الشاب مع كذا، الجميع له مكانه والجميع يشتغل وهو مرتاح بشكل جيد وليست هناك ضغوطات كما نعيش اليوم. ان ترى شاب يريد الذهاب الى منطقه اخرى بعيده للشغال هنا او هنا ويعني مطاردا يعني كما نقول يعني مفقود ترى مفقود. قلت لي النتائج بالفعل مع النموذج اسمح لي شاب بدات معه شخصيا لمده اليوم يقضي سنه ونصف في القفة، تجربة القفة، مع العلم أن وقتي في استغراق إنجاح عملية توزيع القفة والدخل والتكميل بدأت منذ 2007 بالبيع المباشر بالكيلو، ما بعد مررت إلى نظام القفة في 2009، نظام القفة هو فيه نظام في كلام كثير، إلى يومنا هذا، ولم نتمكن بإضافة أي شخص آخر، ولله الحمد يعني مع الإخوان سموحة بن الشاب تمكن لحد الآن يقوم بالتوزيع لوحده ويقوم بالعمل، وتركته بصفة نهائي، كنت أواكبه لمدة تقريبا 6 أشهر، تركته يعني سنة تقريبا، الحمد لله اليوم يأخذ بنفسه ويشتغل إلى غير ذلك، لا أريد فقط أن أعض النواجد على هذه التجربة. هناك أسواق كما قلت نسعى جاهدا الى الاسواق، لكننا نؤمن بان سوقنا اليوم هنا، لان الحياه تتطور، كل اذا لم يمتلك سياره اليوم سيمتلكها غدا، والكل يخرج، والمدينه المجال الحضاري هناك يعيش نوعا من الضغط، والجميع يعني سوف يخرج، نريد ان نخرج الناس لتشتري عمل، هذه فكره جيده مع الانتاج البيولوجي، ولكن السياحه هي تصور على المدى المتوسط والبعيد. أقول المدى المتوسط هو أننا فعلا أن ننجح نحن وتضر عليها دخلا، والمدى ربما المتوسط والبعيد أيضا في استقطاب سياحة خارجية. لا تكون مكملات، يعني كلها يسمونها نسميها احنا باللغة الإنجليزية كلاستر، يعني هي وندرسها احنا في الجامعة هذه. أن عندك أنت ناس مثل ما قلت يشتغل في النسيج، فأنا باي عندها لو حتى حركت الماكينة بس كذي احس اني انا ساهم وبصور، ها؟ هذه وحده. بتسوي عصير بالزنجبيل مع هذه، وهي بعد وحده. الاكله نفسها يعني الزراعه شيء، يعني وكلها مكملات. اليوم كوني اعيش طول اليوم في زراعه في جو جميل، وحده اركب يمكن حصان تمام ولا شيء، هاي وحده. فهي كلها مكملات، يعني مكملات لبعض. بس لازم نحط يعني خطه، نمشي خطوه خطوه، يعني مثلا اليوم انت تقول لي بتكون عندك نفرض نفس الارض، سويت الاربع غرف، اوكي ابتدي بديت. لازم يكون في تنظيم في كل اليوم اللي بيقعد عندك 24 ساعه بيشوف كل الاشياء مع بعض، وانت بتسوق ان انت جزء من الباكج، فاللي ما بيشوف هالاشياء مع بعض بيدفع بس حق ما البيت، صح؟ اللي بياخذ الغداء بيدفع هالكذا، فانت حتى مقسمه هذه كلها يبي لها تخطيط، يعني يبي لها شهور يبي لها عقد تجربه، لان هو اللي بيعطيك شنو كم السعر. يعني اول سؤال سالته كيف بنيت السعر هون؟ اوكي نبني سعر اسعار بس انا ترى مو على هي علميه اسعار الخبره، ان انا والله شفت ناس راعي ثلاثه اوكي. عندك صور؟ تشوفوا يعني الصور هذا في طاقه توزيع القرارات للفوق الضيعات في صور الضيعات للفينتاج مجموعه من الصور هكذا مر يعني في فترات يعني متعاقبه كانت في الصيف اعتقد عند العرض الدرويش العائد طول السنه. جماعه لكم بشكل عام سؤال مو بس عن السؤال لكم جميعا،
طول العام ثابت العائد؟ نعم العائد طول السنة العائد أنا بالنسبة اللي ارتفع شيء لا 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 مش بالسنوات طول المواسم نفس نعم عندنا ثمن يعني فيكس خاص مستقر محدد طبعا بالنسبة للنظام القفة أما الأسواق هي في تحسن وفي بداية لا نقول أنها جيدة لكنها في تحسن سوق الفلاح هو سوق جهوي أحدثناه في إطار شبكة وطنية للفلاح البيئي بالمغرب وأحدث مرتين في كل 15 يوم في البحرين طبعاً هم عندنا الأولي تتكلم دكتور أمام عن هاي واليوم سنختبر أنفسنا الأحد المقبل في سوق جديد سوف يكون كل أحد بالنسبة للشبكة فقط سوق الفلاح هو هنا يبيعون ولا في ويب نعم في المنتجون نفسهم يبيعون مباشرة هذا سوق الفلاح هذا في سوق الفلاح أعتقد هذا في سوق الفلاح يصير في نهاية الأسبوع هذا يكون كل سبت ولكن سبت نعم وسبت نعم الأخت نجوى هي اللي في الصورة ما هي الأنشطة فقط بس ولا في شيء إذن هنا الأنشطة يعني تكوين نقوم بعدة تكوين مع منظمات دولية وحتى مع الداخل لا في نفس اليوم ما هي الأنشطة الأخرى في السوق يعني كاين مجموعة من المنتوجات يعني متنوعة يعني تتواجدين في السوق لا هي تكون معنا في السوق الجديد السوق الجديد يوم أحد تكون معنا وفي مثلا أنشطة ألعاب أشياء للأطفال عشان والمكان ضيق يعني المكان هو فقط هو مركز ثقافي أفريقي واستغليناه ولكنه ضيق لا المساحة لا تتيح لك كيف أقدر لا شوف ضرب السلطان في مركز تجاري جديد احنا تعرف مصطفى يعني من العوائد اللي صارت تقول انا ما ادري انت معنا ولا قبل دكتور امامه ان اللي اهم من الناس تشتري ان جو الفنادق يشترون الفنادق بدوا ياتون الطباخين الكبار يعني شيف هم اللي يشترون فريش اكثر فصاروا يعني يتفاخرون في هاي الشيء انا اشتغلت يعني يكون هاي دعوه للفنادق ان انت اشتغلت مع مطاعم انا في هالفن خاصه فنادق كبيره انا كلمه لكي لا قول له ترى هاي زراعه عضويه كذا دعوه اوكي كذا يعني ترى هاي بعد واحده هذو يعني حتى يعني متدربين اجانب لو رجعت في الصوره لورا هذا يعني خبير في الايكوتوريزم الايكوتوريزم هذه مع امريكان يعني في عده تكوين في نفس المكان لا في أماكن مختلفة هذه في الجهة مقر الجهة حول شفت المنظر وراء هذا في خبير هولندي للسياحة الإيكولوجية أخذنا تكوين مهم في الخبز قفة هذا نموذج قفة خضروات هذا القفل اللي قلت عليه هذا النسائي الشغلنا يعني سلة كل مرة تمام وحلو السلة هي طبيعية في تنقية الزرع انت توصف لهم ولا هم يأتونك احنا نوصل ونضيف يعني قيمة كل عوائل المغربية هذا وفد تونسي كان زار عندي الضيعة فيها مهندسين فلاحيين كانوا وقفوا يعني هذا الجيل الجديد. استغفر الله العائلة كلهم مغربيين. العائلة؟ اللي تستأجر في القطاع. مش كلهم مغربيين. تقريبا كان في الأول كان المغربيين قليل يعني نسبة 10% 5%. لكن حاليا أصبحت تقريبا 60-50%. يعني بدا يعني لا سيما هناك ناس يعانون من امراض السرطان مثلا هناك اناس يفكرون في ابنائهم لان هناك توعيه لتربيه الابناء ويعني وتربيتهم تربيه الى ان ينمو الطفل بشكل جيد ويعطيه بشكل جيد هذه ثقافه موجوده حاليا عند الجميع
فيعطي الوظيفة مثلا فقط لابنه، يقول انا كبرت بما اتى الله. اذا الابن جماعة عندكم شيء في فرنسا عندكم شيء جماعة عندكم شيء نسمع منهم ولا لا؟ احنا حدثنا البرنامج يعني الخطه الاستراتيجيه واضحه، يمكن نسلموها يعني في البارفاير ولا ماش نتفقش الوقت فيها كلام، واختفينا على الصور لان تكلمنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ويسر لي امري واحفظ لي لساني وقول شيء. نشكر دكتورتنا المتميزه الملهمه امامه على هذه الزياره اللي الهمتنا، واشكركم انتم جميعا الاخوات، وايضا طبعا استاذنا مصطفى، جميع من حضر وحضر الزياره، ونعتذر لاخواننا ايضا الاخوات اللي ما لحقنا وتشرفنا فيهم. فعلا زياره مهمه، يعني اشعلتونا حماسا بان احنا نشتغل معاكم ونتعلم. انت ما تحتاجين الهام، خلاص انت مصدر الهام. الاتفاق يعني او المقترحات رقم واحد ان يكون عندنا ملتقياتنا ومختبراتنا كلها ان شاء الله اكيد راح يكون جزء منها. يعني احنا معظم الوقت اذا حتى لو سوينا اقل شيء يعني مختبر او مثلا ورشه او برنامج، يعني اتفقنا الحين مع الغرفه ان شاء الله بيكون في برنامج حق رياده الملهمه، فغرفه الرباط يعني، فلازم كل الرواد لازم يجون. الملتقياتنا اللي تقريبا بتصير كل شهرين ثلاث شهور لازم نجيبها هوني، لان هي ما اصلا يعني هاي المنطقه بالعكس اسهل لنا قريب من الدار البيضاء، يعني ساعات نحاكي اللوجستيك لان نوديهم كل الاماكن. الشيء الاخر فهي فرصه كبيره، ممكن قد يكون بيصير اذا صار نبيت بعد هاي خير وبركه ان شاء الله. لكن يقضون يوم كامل لا شك انهم يسوون ورشه عمل، وهي عائد لكم جميعا، لان هي الجميع يكون يشتري سواء مغاربه او غير مغاربه، وايضا مو بس هاي مثل ما قلتوا تشجيع اصلا حق الفلاح انه هو يحس ناس تجيله وتشجع، ان ترى العامل المعنوي ساعات اهم من العامل المادي فقط. فهذا الجزء الاول بنشتغل وياكم عليه، بنحط له خطه وجدول زمني كل شيء. ان شاء الله. الجزء الثاني ان احنا تنويع مصادر الدخل. نبي نشتغل وياك انت كنموذج، اللي حاب يدخل اهلا وسهلا. فاي بعد مره ثانيه من خلال طبعا الدكتوره ما بتدرس يمكن وتشوف قناعتك انت، اذا انت مقتنع نجرب واحد ثاني، اقول لك صراحه نبي نجرب ان احنا نبي نزود العائله. احنا وعدناها ان مهما يكون الانسان متميز احنا نرفع السقف. اذا انت جود وي ونت تو ميك يو بيرفكت، ها ان شاء الله. والكمال عند الله سبحانه وتعالى، فنسعى لذلك. وهي صفه الالهام الملهم انه يكون هاي، لان لا تشوف العائد اليوم ولا تشوف ما تراه اليوم، ليس ما كل ما تراه اليوم هو الشيء الاكبر، خاصه اذا انت قاعد تتكلم على بناء اجيال وتبي الهم، هاي الهم الكبير اللي تتكلم عليه ما بيصير بالطريقه اللي انت تسويه، لازم في شيء اشياء اكبر. اوكي، سواء اكبر بالفلوس بالكم، فاحنا ما نشتغل بالكم، احنا نشتغل بالتنوع وبالنوع. هاي منهجيه الهم. احنا نقول يعني بالجانب الحديث قليل دائم خير من كثير منقطع، احنا قاعد نتكلم على انه هو باقل الموارد ممكن ناتي باشياء كبيره جدا. كيف راح نصنعها؟ هذه معاك بالفن وبالصبر وبالسرعه، بعد ما بصبر اكلمك سنوات لا سرعه. المعادله اللي اشتغل فيها قدرتنا على توفر الاشياء بطرق مختلفه بافضل جوده وباقل تكلفه، هذه ايضا مهم، اقل تكلفه عليك مش اقل تكلفه حق المستفيد يعني عشان ما تخاف يعني. زين، فاحنا هذه الجزء الثاني. الجزء الثالث ان اتوقع احنا جيد ان احنا نفكر في موضوع النموذج، نبي منك نموذج الاربع غرف فندقيه، نبي منك بروبوزل. اوكي، ان انتم كم يكلفكم هذا اللي بتسوي بيت مثل اللي رويتني اياه في هالمنطقه؟ ونتفق عليه مع مجلس الاتفاق. احنا كمعهد يمكن هاي قدرتنا حاليا، انت عند حد مستثمرين هاي يمكن شيء اخر، تكلم مع اي مستثمر يقول ترى في مستثمر في شخص يبي يسوي قريه كامله. لكن اقول انا افضل هاي طريقتنا، انا ما اقصدكم على طريقتنا، لان لا شك الشيء وايد احلى واكبر لما انتم تبنونه خطوه خطوه وتجربونه. اوكي، يعني بدل ما تروح تشيد
مرة واحدة إلى قرية وتقعد أنت تحس إن أنت تركض عشان تنتظر الكاستمر يجيك، لا أنت تخلي الكاستمر وهو ينتظر، خليه يكون أربع غرف ينتظرون ولا يكون عندك ثمان غرف وأربع غرف فاضية. أوكي، خلي مع الوقت التوسع يكون أنت تخلي الضغط وزيادة هنا. بعدين نبي نشوف منهجيتكم في كيف إنك تطلعون ال، لازم في عائد حق يعني جزئيا قلنا نتكلم عليها، اللي تكون تطلع يصير معهم الحصالة. أنا ما أعرف إذا في حين حصالة ولا لا. حصالة يعني توفير. توفير الشبكة مع تشتغلون على نوعية التوفير بحيث إن هذا التوفير يسبب استثمار. فأنت إذا ما تأخذ قرض الحين ولا تأخذ خلفها، أنت عندك روح قروضك الخاصة. مثل جمعية يعني هي وفيها عائد من ال من ال، حتى لما تبيع يعني هي من تبيع كل واحد يحط نسبة حق الشبكة. فهذه لا شك إنها يعطي شنو يعني أو شيء استمرارية حق الأجيال الجاية حق الناقد إذا فعلًا. الحمد لله صحيح. لكن أكيد أنا أحس إنه سعيد. أنا ما أدري إذا بنفس الروح مالت مصطفى، فأنا يعني إذا قلت لكم مصطفى أنا أقول أنتم سعيدين بحياتكم، بس عددكم أكثر من واحد عنده روز رايزات وعنده عمارات عنده. أنا صادق أقول لكم صراحة زين. فهذه معناته إن لازم إذا إحنا فعلا هاي الدنيا نعطي عيالنا الاستمرارية الاستدامة اللي ما بتصير لازم لها منهجية. فلذلك إن نجاح النموذج هذه وكيف نسوق النموذج هذا سواء نسوي له مثل ما قلت أنا تسلسل. أوكي، تسلسل في كل الأنواع، كل شيء لازم نعرفه. إحنا إذا في عندنا الأنواع، في نوع ناس بتجينا بتشتري من عندنا في القريب، بس في لازم يكون عندي منتج يصل إلى برا. في براند الشبكة، الشبكة لها براند. إحنا تهويت لكم براند مسجل. بصمة مال البراند. أوكي، لوجو. أوكي، نبي نشوفه، نبي نشوف اللوجو، نبي نشوف كيف التغليف، هذا كيف يغلف. أنا الحين هذا مدفعني مبلغ غير لما تحط لي في بوكس مثلا من خشب بعد ايكو ما يفوق كذا بشيء حلو، لا شك ان لقيته اكبر وكقدمه كهديه حق مثلا سواء حق المعهد او حق احد ثاني من اهلي ولا شيء. فهذه كل الاشياء اللي ودنا ان احنا نتكلم فيها بالتفصيل، بس هذه كان كفيدباك على اللي شفناه اليوم. يعني احنا اللي قاعد يسوونه هو متقدم جدا على البلدان العربيه صراحه. وكون انا تفكر صراحه قلت لك انا انت بروفيسور بالنسبه لي بروفيسور، ما ادري كم واحد طبعا الجميع ما سمعناه، بس اكلمك انت بالنسبه لي بروفيسور. لكن نبي نخدمكم بطريقه مختلفه على اساس نقدر احنا، واتوقع انها ما بدات من الاخير. ما ودتنا لنماذج احنا نتوقع عندكم شيء ثاني، فاجاتنا شيء قالت شو وقتها وقعد تكلمون. لكن احنا نقبل بالتحدي. قابلين؟ ان شاء الله. التحدي ونقبل ان نجلس معاه. قلت لك جلسه ورق. ورق اوكي ورق. العلم في علم بالله يكون في علم صراحه. وهذا المجال انا اخترته هو يعني العمل الجماعي كنت بغني نعم في العمل الجماعي نعم. 2007 اشتغلت يعني في هذا المجال في العمل في بعد جات 2014 كانت مجموعه من الاحوال المبادره اشتغل نوعا ما وانا شخصياً مما يكون يعني العمل الجماعي دائما في حقي هو الاخير حفاظا على الالم. انا كمان ولكن لا تطلب يعني الامر يعني انه نشورا بيننا ما عندناش مشكل. انا عندي اللحمه والعمل والاشتغال الجماعي مع الاخوان هو قوتنا حاليا صحيح. وهي يعني عندي انا عندي نماذج ديال البيعات وهي الروح هذه مصطفى شوف اذا بنجيب ناس احنا نتكلم كاقتصاد النهار اذا بنجيب ناس احنا بنروح اهم من المكان. الزرع عضويه انت عندك تروح اي مكان بس الروح التبادل تبادل المعدات ان لما تنقص عندك معده شلون تشتغلون مع بعض شلون هذه احنا تكلمنا ترى نفس الشيء قصتنا عن القريه لما صغيرين في هذه الروح. اذا الروح هذه تربت هي بعدين اشياء ثانيه ترى ممكن شخص اخر يحصلها اي مكان الا هذه هي القوه مالتكم. لذلك انا اقول احنا البروبوزل مالنا احنا بيجي بعد ما انت يعني تحط لنا بعض الاشياء اللي اتفقنا عليها الان. احنا بدينا بروبوزل بنسوي برزنتيشن شيء يعني بنسوي لكم عرض. اوكي العرض في تصورنا لكل البروجكت كامل اوكي من البدايه للنهايه اوكي.
وانتم عليكم عندها راجع لكم تقبلونه كله تاخذون جزئيه منه اوكي، لكن نبي نشتغل معاكم لان احنا نشوف ان هذه جهه مهمه اوريدي، وبالنسبه لنا كمرجع احنا هدف الاتصال لها انه يسمع قصص نجاح. ما شاء الله دكتوره بين تفصل، فاحنا كل ما نجحنا قصص سويتنا قصص نجاح، خاصه انت قصص نجاح كبيره راح تكون، قاعد اتكلم على قريه بعد اتكلم عن المحاصر، وانا ترى هذا بعد يرفع سمعتي انا كمحد، لا اتكلم عن انا الحين قاعد افكر بانانيه ترى، فيرفع حتى سمعتي انا كمحد الهام، مع مو بس سمعه الغرفه انا كمحد الهام بيصير لي ان انا يم يم بالنسبه لي قدام غرفه التجاره غرفه الفلاحه الجامعه الرباط كلهم الحسن، هذا كله بالنسبه لنا مصدر حق ان شنو يكون مرجع لنا، روحوا شو لا تكلمونا شنو اقصد، لا روحوا شوفوا جماعه مصطفى والشبكه هذه اقصد لنا خلص القصه عشان ما يقول شنو اقصد لنا. جزاكم الله خير، ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق. ما ادري عندكم شيء يا اخوات، انا ما ادري هذا يمكن مختصر اللي انا دكتوره عندي تعليق اخر مش كيف كانت هالمنطقة؟ ايش وصلت يوم من الايام ان الناس صارت تهاجر، الابناء مو موجودين، عدد السكان اقل، البطالة هالكثر، الفقر هالكثر، الامية هالكثر، واليوم كيف صارت في 2017 بعد 2020 بيصير شيء اخر، فهذا روحنا بنقيسه، لازم التسجيل الحين لما هو وضع هذه المنطقة؟ ليش؟ لان بالنسبة لنا وين انطلقنا وشوي خطوة خطوة، وهذه هم اي شخص يعني بيكم زائر لما يشوف التاريخ هذا يشوف البراند ويربطها بالبراند، حتى لما تروحين مطعم تدفعين على مطاعم فلوس اكثر يحطون لك قصه صح؟ ما راح تروح المطعم صار يحط الاسم المطعم يحط له معاه قصه ان الجد يحط صوره ويمكن مو حقيقه ما بالك الا في حقيقه، فحاولي تربطينا بالحقيقه وبالنهايه تاريخ القريه وين كانت وكيف صارت وكيف بدات الزراعه العضويه من بداها في هاي التاريخ بين بعدين كيف انتقلت الى الاشخاص الاخرين؟ كم الحين كم سنه صار حق هاي الارض؟ الارض الحين اذا هو ارض صار لها 10 سنوات زراعه عضويه، هذه تطق فوق هاي سعرها بالملايين تطق فوق، ليش؟ لان الزراعه العضويه معروف وتكرار الزراعه العضويه على نفس الارض خلاص يعني معناته الارض الحين اي يعني صارت بكر يعني ما فعلت فعلا. بغيت نعدل واحد النقطه باش تكون يعني التاسيس ديال الشبكه تشوف اشياء كبيره كبيره ان شاء الله، لان الرؤيه كتكون واضحه عقلا انا ديما تبني على رقم عليه بالارقام تنسيق مع ماما هي عارفه ما ايش نبي، اذا في شيء عندكم ايميلي كل مره ربع يسالي اقول لكم هاي ناقص هاي ناقص هاي ناقص، لان وايد انا اهم مني ايضا اني اقنعه هو يعني ترى صعب في مصطفى لانه ناجح فهو صعب انه يكتب الغلط وكيف اقنعه ليش اهميه انه ينوع ما يكتفي بالغلط ولا يكتفي بالسياره. اي لا انه هو شو العائد مال الان؟ شو العائد المتوقع؟ وهو اذا قعد معي على الاقل مال عندي شخصيه اقدر اتكلم على ارقام المستقبليه. اللي هو انا ما اعرف الرقم هو قال لي اي رقم؟ في رقم لا في رقم متحقق منه. كم العائد مال الحقيقي؟
هامش الربح كم اليوم؟ هامش الربح ماله كم؟ أوكي؟ الهامش النسبة ما يبي حتى المبلغ. نسبة الربحية. أيضاً ما في التزام تكون في المبالغ. إن شاء الله. أمر آخر. إيش كل وش كلمة؟ نعطيك كلمة في كل قصة ليكون اسمه. بالنسبة للتشكيل الرجعية أمام التشكيل التشكيل استغرق 6 أشهر علاش لأن قبل كانوا الإخوان كيشتغلوا في العمل الجماعي وكان كيبقى كما كان واحد اللي كيشتغل أو لا يشتغل في الجماعي هما السيكور ديال الجمعية وهذا الشيء علاش الجمعيات السود يعني ما عطاتش قيمة مضافة في هذا القطاع في البداية فالوقت اللي كنا كان صغروا على التشكيل ديال هذه الشبكة كنا حاسين بهذا الأمر هذا لأن العمل الجماعي باش يكون هادف خاصو يكون مضبوط يعني في هذيك 6 أشهر كانت التزامات ديال الإخوان التزامات فين؟ يعني هاد الشبكة هي كتضم تقريبا 15 جمعية وكل جمعية تقريبا كتعطينا عضو على الاقل الى اشتغل 15 عضو يعني في هذا في السهول لان هذه المساحه الجغرافيه في السهول راه كبيره بزاف يعني 45 كيلومتر فكنا كنقلبوا على التنويع حتى ديال العنصر البشري هو هذا الهدف ديالنا هو هاد الشبكة يعني ما تشتغلش مثلا على واحد دوار ولا زوج ولا ثلاثة يعني تشتغل على المنطقة كاملة باش يكون داك الشيء ديال التكامل في راه هنا دابا فين كاينين حنا دابا راه كاين منتوجات تختلف على المنتوجات اللي كاينة مثلا عند الأخ المشاهد يعني هذا هو الهدف بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء ما باختصار كنشكروك كضيف علينا وقبل علينا وأود كنشكر إخوة خوات والإخوان وما كان نزيد نكرر الشكر الأخت أمامة فعلا اللي كتفكر في شبكة وكتفكر نفسه وقلبها زعما كتمشي مع الأسرة وكنشكر الأخت وفاء اللي فعلا كتصبر معنا ورغم إمكانيات المادية ما كانش كنقول لها ودي كتخدمي معنا بلاش وهذه مسكينة يعني كتخدم حاسة بأن كتخدم واحد بصلاحة في إطار العمل الجماعي وكنقول لها سمحي لينا بزاف وصراحة باسم جميع الاخوان وباسم مصطفى هي المثال ديالكم دابا حنا بالنسبه للمنطقه ديال الراسلاف ميتا يعني منطقه هذا ليكزومبل ديالكم يعني بالنسبه لي انا يمكن كنا نطبقوه في منطقه واحده اخرى وهذيك المنطقه حتى هي عندها واحد المميزات كلها تزودكم عاوتاني وتنخدموا على يعني اللي في بالكم هذا التاثير ديال الفراشه تمام دونك بالنسبه للاخت هي ما قدمتهاش قبيله بانها هي عضو جماعه ديال الجمعيه وعندهم تعاونيه نسويه حتى هما باغيين يشاركوا في هذا البناء هذا دونك ديك الساعه كتكون التبادل ديال الخبرات التجاريه كيزوروكم وتبرزوروكم في هذا البناء هذا وكاين الاخت معنا حتى هي عندها واحد البادره اول مره انا سمعتها هي مسميه القريه الدار العائله القرويه هذه اول مره نقدم لكم بعدا راسي فاطمه حداد فاعله جمعويه ومدربه التنميه البشريه وعضو من العديد من الجمعيات والمنظمات الدوليه ووطنيه بصفتي الكاتبه العامه لهذا يعني لهذه الجمعيه وهذا المشروع النموذجي في المغرب اللي سميتو الدور العائليه القرويه اللي هي على شكل جمعية نعطيكم غير واحد نبذة صغيرة انطلقت سنة 2000 تم الشروع في تأسيس جمعية دور العائلة القروية بالمغرب بمبادرة من مهنيين فلاحيين وفاعلي المجتمع المدني بالعالم القروي ظهرت الحركة بفرنسا منذ 1937 على يد جماعة صغيرة من الفلاحين والراغبين في الاستفادة
استفادة أبنائهم من تكوين نوعي والمفاهمة في مهنتهم ومجالهم المحلي. واليوم توجد دار العائلة القروية في 30 بلد عبر العالم. الأهداف ديال الدار العائلية القروية هو إشراك العائلات والمهنيين المنتخبين في تربية ومرافقة الشبان القرويين لإنجاح مشاريعهم في الاندماج السوسيومهني، ضمان تكوين عام ومهني لفائدة الشباب وفق بيداغوجيا التنوب، إنجاز أنشطة وخدمات عمومية تستجيب لحاجيات التجمعات القروية، الحرص على حياة جمعوية والدفاع عن مكانة المجتمع المدني. ما هي الدار العائلة القروية؟ هي مركز للتكوين عن قرب متنوع وتدبره جمعية مستقلة. وهو هذه الجمعية كتأسس خصيصا هذا المشروع ديال الدار العائلة القروية، يعني ما كتكونش عندها، تقدر دير بعض الأنشطة اللي هي اجتماعية ولا بحال القافلة الطبية اللي السكان ديال ديك البلاصة اللي هي كتواجد فيها، ولكن بالدرجة الأولى هي خاصة بتسيير هذا المشروع ديال الدار العائلة القروية. تكون الدار العائلة القروية تكون الشابات والشبان وتحضرهم للحصول على دبلومات مهنية في إطار التكوين والتدرج. نعطيكم الأنواع ديال الدبلومات اللي كنعطيو. مدة تكوين الدبلومات المحصل عليها كاينه شهادة التدرج المهني سنة واحدة، شهادة التخصص المهني سنة واحدة، ودبلوم تأهيل المهني سنتين. يعني كاين ثلاثة ديال الشعب التالية بالنسبة لنا حنايا الدار العائلة القروية بأبي رجع، يعني بإقليم خريبكة. الشعب اللي عندنا هي الأشجار المثمرة، زراعة الخضروات، تربية الأبقار، الغنم، الماعز، تربية الدواجن، تربية النحل. ولكن هذا العام الممتاز زدنا اتفاقية جديدة مع وزارة السياحة ولينا كنديروا التكوين في الميدان السياحي. يعني أنا علاش أنا بغيت نقدم لكم بالصدفة لقيت هزة معايا لأن غنحمي لكم هاد البروشير ديالها، يعني زدنا حتى السياحة لأن غتخدمكم أنتم في هذه القرية النموذجية، غتكون عندكم يعني هاد المهن كما قال الأستاذ بديلة سي محمد، خصكم واحد التقنيات سواء في الضيافة بالنسبة للسياحة، سواء في الإرشاد، سواء في الملاحة. دونك كنظن هذا المشروع، هذا الإطار هذا هو اللي يقدم التكوين اللي نتوما في حاجة ليك واللي نتوما كينقصكم في هذا المجال. نزيدكم غير الشركاء اللي كيكونوا معنا هما عدة وزارات وقطاعات: الفلاحة، التكوين المهني، السياحة، التربية غير النظامية، ومنظمات مهنية من منتجي الحوامض بالمغرب، تعاونية كوباك، ضيعة الفلاحية العائلية ومؤسسة الإنتاج، بالإضافة للتعاون الدولي مع الدار العائلية القروية بفرنسا وفي إطار الوكالة الفرنسية للتنمية. هاد الدور العائلة القروية كاين واحد الاتحاد هو اللي كيجمعهم. الدعم اللي كنشدوه من الفلاحة ومتكوين المهنة والسياحة ما كنشدوش حنا بطريقة مباشرة، الاتحاد الوطني هو اللي كيشد، هو اللي تيوقع اتفاقيات وكيشد هذاك الدعم وهذوك هذوك المنح دوك لي دون لي بوكس، وعاد هو كيوزع على الدور العائلة كاينة بالمغرب. تقريبا كاينين شي 13 اللي هما اكتيف ونشيطين وكاينين في المغرب دابا شي 13، راه كاين عندنا في بجعد بالمسجد خنيفرة، جيت ازيلال، ولاد سعيد جيت ستات، وشرح القصيري، واحد الجهه جات اكاديم تحت جوج خواتان بنت، الاخرين ما بقى ما تقدش البلايص ما راه كاين جاو. دونك شي 13 او 14 دار علينا القرويه اللي هما اكتيف ونشيطين وكيتخرجوا منهم يعني الطلبه كل عام. ونزيدكم حاجه ان هذا المشروع هذا الا درتوه غادي يلقى استحسان من جميع السلطات وجميع المتدخلين والفاعلين، سواء المنتخب، سواء يعني مجلس الجهات او العمالات. حنا ساعدونا باش بنينا الجماعه القرويه اللي حنا كنتواجدوا فيها، عطاونا ارض، يعني فابور ما باعوها لنا ما كراوها لنا، عطاونا ارض للدياش العماله ومجلس الجهه، بناو لنا هذيك الارض، بناو لنا المقر اللي فيه لي دروطوار فين كينعسوا الشباب والشابات، فيه المطبخ فين كياكلوا، القاعات ديال الدراسه، يعني في جميع المرافق، حتى الدار ديال المدير بناوها لنا. يعني هذا المشروع الا مشيتوا فيه غادي تلقاو ديجا هو الاتحاد الوطني كيدعمكم، يعني ديما راه مرافقكم، كان شي اشكال وكيدخل، كان شي اتصال ولا استعصى عليكم الامر، دخلوا لشي يعني تواصلوا مع شي جهه معينه ولا شي شريك هو تيسهل لكم هاد المسائل هادي. وشكرا. تحية مجددة من عدوية قصر الكلام، أكيد أن شركائنا ومقتل اللي ممكن أن نقدموا دعمها من طبعا، كل واحد طبيعة الحال بتخصص ديالو، تخصص ديالو، إحنا فقط جينا اليوم كالنماذج والأعضاء اللي معنا هما قليلين، ولكن فيهم مباركة إن شاء الله، إن شاء الله غادي يكونوا كثر إن شاء الله، ونكونوا خلقنا واحد النموذج متطور في هذه المنطقة. وأنت تسألوا بعض المدربين لنا، يعني لأن إحنا يعني هو خصار الهام ما له شغل بالدراسة ولا بالناس، تطبق وتصنع للهام في مجتمعاته
تصنع الالهام عباره انك تاثرت بالاخرين، غيرت من حياتهم، خليتهم يفكرون باسلوب ايجابي، خليتهم يشوفون الحياه انها هي اكبر من ما هو يمتلك اليوم من اشياء ماديه، ينظر للحياه بطريقه مختلفه جدا. هذه اللي ما شاء الله عندكم ممكنات كثير ما يملكها. مرة اخرى شكرا لكم على فعلا نشكركم حتى نتوما، وتنتمنى ان شاء الله يعني شي كلمه بريف ونشوف عمل انا زدنا بريف وانا طولنا اكثر من الوقت. تفضلت من اللي طرحت عليا الاخت زهور. Je fais un pause.